الله مساكم بالخير. وصل عندنا الفي اكس ار، بس مو اي في اكس ار، هذا اول في اكس ار ابيض من داخل احمر. طبعا اللون الابيض هذا يختلف عن الوان الابيض الثاني اللي عندي، اللي هي الرويال والابيض الصدري. راح ابلغكم عنه واوريكم اياه. بسم الله ما شاء الله، سيارة من داخل أحمر، سقف أسود. هذا الفي اكس ار، اللي ما شاف الفي اكس ار من داخل أحمر وارد السائر. عدادة 8 كيلو، أعلى فئة الفي اكس ار ما شاء الله تبارك الرحمن.